لا 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 ابدا لا هذا ولا شيء. يا هلا وسهلا، بدينا اليوم وحلقتنا ان شاء الله راح نستانس معكم فيها، فيها كثير من الفقرات المتنوعه، حنتنقل من كذا موضوع وحناخذ الزبد زي ما يقولوا. مسي عليكم بالخير، مسا الخير يا لميا. مساء النور عليك تراد، اكيد مساء النور كل يشوفونا. حلقه جديده وفقرات ايضا جديده واخبار متنوعه راح نقول لكم هي ان شاء الله اليوم، بس قبل هذا كله خلونا نروح نشوف اخر العناوين ونرجع لكم. اليوم في ساعة شباب، عبد الرحمن الصومالي لساعة شباب، تقليد اللهجات والحركات على المسرح جزء من أدوات فنان الستاند اب كوميدي. مشروع ثلث، تصحيح مسار التغذية باستشارة مجانية. وفي الأخبار، كشك للثرثرة والفضفضة في المترو. وأين توجد المدينة الأكثر إزعاجا في العالم؟ كل هذا وأكثر في ساعة شباب. حلو الاوقات النصيحه ترى بتكون في وقتها، ترى تفرق مره كثير، خصوصا اهم شيء تكون نصيحه من مين. طبعا اكيد هذا شيء مفروغ منه. عموما احنا عندنا ايش السالفه اللي عندنا القضية؟ والله نحن على طول من العناوين راح ننتقل معاكم الى الزائرين لينبع زهور على مد البصر، وطبعا تحديدا مهرجان الزهور في نسخته الثانيه عشر، نعرض لكم لقطات في قمه الجمال لواحدة من أجمل اللوحات الطبيعية التي قدمتها الهيئة الملكية بينبع. طيب احنا يكون عندنا اتصال هاتفي عشان يكون الموضوع عندنا واضح وكده ناخذ منه كل التفاصيل، والناس اللي يهمهم فعلا هذا الموضوع اللي فعلا يهتموا بهذه التفاصيل وهذه الفعاليات والزهور. تحديدا معنا المهندس صالح الزهراني، هو رئيس مهرجان الزهور والحدائق، مشرف ومنور معنا على الهاتف. حياك الله يا مهندس صالح. يا اهلا وسهلا، ارحب فيكم وامسي عليكم على كل مشاهدي برنامج ساعة شباب. يا اهلا وسهلا. مساء الخير مهندس صالح، بداية يعني نبغى نعرف بلغة الارقام، ماذا يمكن ان نعرف المشاهدين على مهرجان الزهور بنسخته الجديدة ان شاء الله؟ حقيقة مهرجان الزهور والحدائق هو واحد الفعاليات اللي تقدمها الهيئة الملكية للزهور الصناعية لسكان مدينة ينبع الصناعية وكل زهور الحدائق. هذا العام يعتبر المهرجان الثاني عشر. المهرجان العام يعني حاولنا نخرج بتصور جديد، تلبية لرغبات كل زوار مهرجان الزهور والحدائق في السنوات الماضية، ولله الحمد هذا العام أعتقد أنه تخطينا كثير من العقبات اللي كانت في وقت الاستعداد، وخرج المهرجان بصوت جميل. تم افتتاحه طبعا في الأول من شهر مارس الحالي بتكريم وتشريف من سعادة الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للجنبة. حلو، في سؤال جدا مهم حيطرأ على بال اي احد في العالم في طريقه التنسيق والتجهيز والاعداد، يعني مساله انه انا بنشوف الصور وبنشوف الفيديوهات مهندس صالح، قد ايش التنسيق في الالوان والاشكال ما هو بسيط، كيف كم بياخذ وقت وكيف بتعملوا هذه الامور؟ يتم الاستعداد والبدء في تنسيق او تصميم المهرجان بعد انتهاء مهرجان 11 العام الماضي. نعم. بدا فورا طبعا في فريق كامل من مهندسين الهيئه الملكيه، فريق سعودي كامل قام بتصميم وتنفيذ اجمل ايش تخصصات المهندس صالح؟ مهندسين ايش؟ كل المهندسين القائمين على المهرجان بالكامل، فريق سعودي كامل من الهيئه الملكيه، مهندسين من الهيئه سواء مهندسين تشجير، ولله الحمد يعني هذا العام نعتقد انه حاولنا نخرج بسوق جدا مميز يحرص كل فريق العمل على الخروج بشيء يشرف الهيئه الملكيه. نعتقد انه كل سنه كان عندنا ايقونه اللي هي سجاده الزهور، طبعا طبعا ريكورد او في موسوعه جينيس كاكبر سجاده الزهور في العالم. هذا العام حاولنا نخرج من تصور السائد في السنوات الماضيه الى تصور اجمل اللي هو سجاده الزهور، أكثر من 50,000 متر مرتفع من الزهور من سطحات كاملة يتخللها ممرات تمكن الزائر من زيارة كل قد تكون متعة محلية لكن أثرها أعمق، يعني بعيداً عن تكسير المقاييس ولا نعتقد أنه الحمد لله المهرجان يعني حقق صدى وفيه شيء مميز داخل الوطن، أصبح زوارنا من كافة مناطق المملكة، لم يعد يقتصر الصغر، كان يمكن المهرجان معروف على مستوى منطقة المدينة المنورة. طبعاً المهرجان يعتقد أن الزوار بشكل كبير من منطقة مكة المكرمة أو منطقة المدينة أو منطقة حلو صحيح.
صحيح مهندس صالح، ولكن التجديد في الأفكار لابد أن يتم كل سنة عشان تجذبوا الزوار لهذا المهرجان كل سنة. يعني مثلا جاكم زائر السنة اللي راحت ما راح يقول خلاص أنا حضرت مهرجان الزهور، راح يكون نفس الشيء في كل سنة. فإيش الجديد في الأفكار لهذه السنة اللي راح يجذب الكثير من الزوار لمهرجان الزهور؟ يمكن هاي النقطة الحمد لله، يعني أعتقد أن كل زائر المهرجان كل عام يتفاجأ بشيء جديد. أولا للحديث في المناسبات يستضيف مهرجان زهور الحدائق، نحن نسميه حديقة متحدثة، يعني بإنسان تغيير خطوطها بالكامل من سنة للسنة اللي بعدها. هذا العام يعني حاولنا نخرج بشكل جدا مميز. الزائر نعتقد أنه لا يشعر بالملل في مهرجان الزهور. معظم الزوار يعني المعجبين الملازمين للمهرجان واللي يزور المهرجان بشكل يومي كان عندهم تطور كبير من هذا العام، نخرج بشكل اجمل من العام السابق. الحمد لله اعتقد انه معظم الاركان اللي في المهرجان تم تجديدها بالكامل، الاركان الناجحه. على اي اساس بيتم تجديدها مهندس صالح؟ يعني هل في مرجعيه معينه ولا بتحاولوا تستشيروا احد الخبراء الاجانب ولا كلها افكار محليه؟ وابغى اعرف على اي اساس بتكون تتغير. يعني زي ما ذكرت لك اخوي قبل انه في فريق كامل من السعوديين، نفس الفريق هو اللي بيجدد في الافكار تقريبا. نفس الفريق تم تغيير الفريق احيانا، اضافه قائد جديد في الفريق. الفريق هو متغير يعني، او السابق فيه كلهم مهندسين من الهيئه الملكيه. طبعا الافكار الجديده تم اضافتها هذا العام، حديث جديده تم اضافتها ولقيت اقبال جدا مميز. ممتاز ممتاز. حديث الطيور النادره اعتقد انه كان زوار هذا العام الاشياء الجديده في الحدود، اضافه لحديقه الفراشات ركن او حديقه التدوير، وهي تعتبر اكبر حديقه تدوير يمكن على مستوى المملكه. هذا العام تم اضافه اعمال جدا مميزه، واعمال نعتقد انه خرجنا بصوت اجمل فيما يخص حديقه التدوير، اضافه للتفاعل الجميل بالمجتمع مع جائزه التدوير اللي كانت مخصصه لمدارس الهيئه الملكيه ومدارس المحافظه. السنه هذه ارتفع عدد المتقدمين لاكثر من 3000 متقدم. العام الماضي كان 1500، هذا العام نجحنا في استقطاب 3000 عمل تدوير طبعا منزلي من الخاص بكل طالب في كل شيء. كويس انك جبت عليها مهندس صالح. هي طبعا هي بتشوف لقطات من الحدث، وكويس انك جبت طاري المتطوعين او اللي بتحاولوا تستثمروا اوقاتهم بالشكل السليم. بس الاعداد الكبيره هذه كيف بيتم التنسيق وتوزيع المهام بينهم؟ حقيقه التطوع طبعا في من سنه راسيه كل معظم اعمال المهرجان اليوميه يديرها المتطوعين. هذا العام تم فتح الباب للقبول قبل اكثر من 3 اشهر، تفاجئنا بالاعداد الكبيره، اكثر من 8000 طلب متطوع في المهرجان. تقريبا 50% من الطلبات كان من طالبات كليه التمريض الصناعيه او كليه التمريض الصناعيه او طلاب الجامعات الاخرى في المحافظه، اضافه للموظفين مهندسين اطباء. معظم المهن الحمد لله يعني عندنا متطوعين من معظم المهن التجاريه، يتم التنسيق لهم اداره كامله كاداره كامله للمتطوعين، توثيق المتطوعين لاوقات التطوع الجداول الخاصه فيهم. الحمد لله يعني اعتقد ان كل عام نتطور بشكل اكبر فيما يخص بنشوف التغيير وبنشوف التاثير. احنا طبعا كل سنه هذا شيء مجهود تشكر عليه. دعم توجيه طبعا من ادارتنا العليا وللحمد، يعني نحاول نخرج دائما بالشيء اللي يناسب الهيئه الملكيه واللي يناسب طبعا سكان مدينه جنب الصناعيه وكل زوار المدينه. حلو جميل. حلو مهندس صالح، ذكرت نقطة جدا مهمة وهو اهتمامكم بإعادة تدوير المكونات لهذا المهرجان، فيا ريت تذكر لنا تفاصيل أكثر. التدوير طبعا قيمة جدا مهمة في مهرجان الزهور، حتى يعني ممكن نقول من الأشياء الجميلة في المهرجان هي إعادة استخدام حاويات السفن أو الكونتينر. معظم المحلات أو كل المحلات الموجودة أو الشوبس أو المساجد الموجودة في المهرجان هي عبارة عن حاويات سفن قديمة تم مخروجها من الخدمة، وبالتالي تم استقطابها المهرجان وإعادة تدويرها بالكامل، وهي الآن تعتبر جدا جميلة ونعتقد أنها كانت من الأشياء المحفزة للشركات للتسجيل في المهرجان والمشاركة في المهرجان. أكثر من تقريبا 300 كونتينر أو 300 حاوية من حاويات السفن تم استقطابها طبعا من موانئ المملكة، سواء من جدة أو من ينبع أو من الشرقية. لله الحمد يعني حاولنا نخرج بأشكال جميلة ومتطورة كل سنة. هذا العام خرجت بشكل ومنظر جدا جميل، اضاف بهجه لكل الزوار.
مهندس جميل. صالح، شكرا لك مهندس صالح الزهراني رئيس مهرجان الزهور والحدائق، نتمنى لكم كل التوفيق والنجاح لهذا المهرجان. والله لو كنا في ينبع كنا أول الزوار لهذا المهرجان، ولكن إن شاء الله كل سنة بيكونوا معانا، وكل سنة بنقول السنة الجاية إن شاء الله نكون متواجدين. نشكر لك كمان مهندس صالح الشرح المفصل الوافي، اللي يعني في كثير من التفاصيل الناس ممكن ما كانت تعرفها، اشياء يعني الواحد المفروض لازم يعني يقدرها لانه مجهود جدا عالي. عندنا احنا الان هاشتاج القهوه، وهاشتاج قهوه يعني المشكله المزاج هنا يتصدر ترند تويتر في هاشتاج قهوه الى 15,000 تغريده، ابدا ما هو بالامر البسيط. وكانت كل هذه التغريدات تتكلم عن علاقه الإنسان القوية بقهوته، وأيضا علاقة المزاج بالقهوة، وقد إيش يومنا ما يضبط إلا إذا شربنا القهوة. في أشخاص يبدأ يومهم، يبدأ صباحهم بقهوتهم، وفي أشخاص القهوة بتكون معاهم طول اليوم. فتحية أكيد لهذا الهاشتاج، وأنا من محبي هذا الهاشتاج صراحة. ورح نستعرض مع بعض التغريدات اللي كانت في تويتر عن القهوة. أكثر ناس مسوقين للقهوة، إحنا أعتقد كل يوم بنجيكم بالمج، يعني أكثر من كده غسيل برين ووشنج مستحيل، ما في زي كده. عموما أو شاي حليب عنود، والله مزاجك عتق. لا الجميل في الموضوع أنه القهوة يعني ما ينمل منها طول اليوم، ممكن تبدأوا صباحكم بنسكافيه أو أمريكان كافي، بعدين تبدأوا بالقهوة التركي، بعدين بالقهوة العربي، آخر الليل طبعا لازم القهوة هذه النسبريسو، ولا اللي طبعا خلاص وصلوا مرحلة مثلنا يناموا حتى لو شربوا 4 كاسات قهوة في اليوم فعلا. بس الأشخاص اللي ما يقدروا يناموا إذا شربوا قهوة، هذولي أنا أقول لهم أنه تبعدوا عن القهوة، خصوصا من بعد المغرب لا تشربوا اي منبهات، لانه فعلا ما راح تناموا. ما يزعلني الا انه احنا يعني من من عشاق القهوه، ولكن الى الان لسه في ناس ما هي صاحيه، ما اعرف ليش السبب ولا اعرف. هذا السؤال لازم نطرحه لنفسنا، احنا نطلع فاصل قبل ما تجاوبوا نفسكم. يمكن من كثر ما نشرب قهوه خلاص، يعني الجسم متعود على الكافيين وعلى المنبهات. لا لسه ما صحيت، ما صحيت صح، يعني التناحى مشكله. هذا اتكلم موضوع ثاني بالصحيان، ما هو بال ما يمثل التفاعل. هنطلع فاصل ونرجع لكم. حقيقي في عندنا فقرات يبغى لها تشمير، يعني هذه الفقرات الواحد ايش لازم يستعد لها صح، خصوصا اذا كان ضيفنا شخص لطيف جدا ومضحك جدا وعمل تاثير قوي على جمهور الستاند اب. اكثر مجال اكتشف مهارات الكوميديا في مجتمعنا هو مجال الستاند اب كوميدي، طلعوا كثير من الشباب فيه، وايضا نجحوا كثير من الشباب في هذا المجال. واحد منهم شرفنا اليوم في الاستديو ستاند اب كوميدي، عبد الرحمن الصومالي، يا هلا فيك معنا في ساعة شباب، منورنا. الله يعطيك العافية. كيف انقال اسمك؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن الصومالي. الصومالية. عبد الرحمن متى اكتشفت انه دمك خفيف؟ والله صراحة من انا صغير انا كنت اتلطش على النقطة دي، كنت اطول لساني على الناس واللي ما يقدر يفوز علي يضربني. حلو. من زمان يعني. بس كان مع زملائك يعني؟ ايوه كنت على قولتهم في الفصل، يعني الجو المرح ده. حلو. حلو. ومسألة الشهرة ما أدري توقعتها أو كنت بتفكر فيها أو حاولت أنك أنت توصل لها؟ لا للأمانة لا، بس أنا يعني أحب الجو حقه لما تكون على الستيج والجمهور بيضحك، تحس أنك كذا أنت صار شخصي كذا لنفسك. والله حلو أنت. أيوة عامل يعني أنا ده نفسك شيء. أيوة أنا أحب ذا النقطة لما أكون على الستيج وأشوف الجمهور بيضحك، هو شيء حلو أنه تشوف الناس مبسوطين، وفي نفس الوقت يعني أنت أنا شخصياً تكيفني. بس مو دائما مواجهة الجمهور بتكون يعني جدا صعبة سهلة، بيكون في كثير من الأوقات أو المواجهات الصعبة، فهل تتذكر بعض هذه المواجهات الصعبة مع الجمهور في لحظة أنت ما قدرت تضحكهم، يعني قلت نكتة بس ما ضحكوا عليها؟ إيه. فأتوقع هذه يعني مواجهة صعبة تكون. أيوه أنا مرة طلعت في إيفنت، كان زي الإيفنت كان لناس يعني كبار في السن ومرضى. فأنا صرت أقول النكتة أطالع ما في أي تفاعل، ما تدري هو مبسوط، صرت أنا متورط. فأفتكر ذي اللحظة إنه بعدها عرفت إنه مو مكانه الستاند اب.
فحبيت التاخذ وانا سمع الناس وهذا كيف حالك، جلست يعني اسال او اشارك بصفه عامه، اللي هو ايش انه خليته اكثر ما يكون حوار يعني حوار واخذ عاطفه. غيرت الموضوع. هو الاسلوب اوقات يخلي الواحد يعني يغير جو. وكمان يعني اعتقد وقفتك على السجن تذكرت ايام زمان وانت صغير كيف كنت تنضرب وقلت هو انا الان وصلت اللي ابغاه. ايوه هنا ما حنضرب. حلو الاحساس ابدا طبعا ما راح يقدر. اكيد عندنا مقطع لك عبد الرحمن، خلينا نروح نشوفه ونرجع لكم. انا معايا بكالوريوس ومعايا دبلوم طلعت فيه زي كذا. قال لي تعرف كلوريد الصوديوم؟ قلت له ما درس معنا. هو قال لك يعرفني؟ يعني والله ما عندي فكره عنه. طب دق عليه شوف. من ذاك اليوم بتار ما يهرجني. المهم وصلت هناك الرياض جبت لي واحد وريه قلت له اسمع انا والله متورط زي كذا ما اعرف ولا احد، ابغاك تجلس هناك وتقول لهم انه ايش؟ اول ما اقول اي شيء اضحك، لو اكح اضحك. الوريه قال له 50 ريال. قلت له طيب شغال. اول ما جلس قبل العرض جاني قال لي اسمع خليها 100 واضحك صوت بنت وولد. لعيبه الوريه. وانا قاعد اقول للعرض اسمع من هناك. هل فعلا في ستاند اب كوميدي ممكن يوظفوا اودينس او جماهير يضحكوا لهم بمبالغ عشان يخلوا الناس تضحك من بعدهم؟ لا لا هذا مو منطقي، لانه انت ايش بتاخذ عشان تدفع؟ هنا السؤال. ما بتاخذ شيء انت؟ انت ما بتاخذ شيء على الستاند اب بصفه عامه، فما تدفع ايش؟ فعلا فعلا الا اذا انت خاش على خسائر يعني. يعني هذه نكته بالنهايه. في ناس في ناس والله تدخل بخساره ما عندها مشكله، بس اهم شيء ما اعرف هل هذا واقع؟ احنا بنسمعها ترى كذا، خلينا نكون واقعيين ترى. والله بنسمع انه والله في ناس تدفع، والله في ناس. اول شيء انا اعطيك الفكره او المغزى، الناس ممكن ما هم عارفينه. فرق لما انت تشوف الفيديو وفرق لما انت تحضر. تحضر طبعا. اول شيء الفرق ليش؟ لانك انت هنا جاي دافع تذكره وجاي حاضر تبي تشوف. مهيئ نفسك. ايه. انت لو اقول لك كيف الحال بطريقه مختلفه شويه او بنبره صوت اعلى ممكن تضحك. ليش؟ لانك انت متهيئ جاي انك تبي تضحك. صح صح. فعقلك مبرمجك انه تضحك، اما لما تكون في اليوتيوب مثلا بتتفرج وانت من النوع اللي يهاجم على طول وجاي تدور الزله على قولتهم. هتتفرج وانت ايش؟ ما انت مبسوط. ابو اللي هذا ما يضحك. عرفت؟ فممكن هي هذه النقطة اللي الناس ما هي فاهمها. اضيف لك حاجة كمان ممكن انا حسيتها، اعتقد انه الضحك يعدي. الضحك تلاقي الناس يعدي. كلها مع بعض تتحمس. مرات فعلا بتكون بتضحك وانت ما انت داري. داري شو؟ طيب مشارك جنبك امورك. اي حاجة مش اي مشاركة. نبغى نعرف قصتك مع الفنان يوسف الجراح وتعليقات الوالدة. فاحكي لنا. صراحة الأمانة أول ما قلت لهم أنا رايح الجوكس هذه كيف طلعت؟ انه انا كنت رايح قلت انه بطلع على مهرجان موقفات مين اللي هذا؟ قلت له يوسف الجراح. قال لا صعب هذا الكلام. كيف انت تطلع مع هذا فنان كبير؟ قال انه ما ايوه ما اقتنعت انه ممكن يعني اكون يوسف الجراح وانا قاعدين مع بعض في نفس المكان. ايوه الله يسعدك. ايوه ابدا ما اقتنع. وهي في السناب عندي، فاول شيء سويته اني اخذت سيلفي معاه عشان بس تاكد عشان ارسل له. والله من جد معقول اهل الاول كذا ما يستوعبوا انه الكبار خلاص؟ اعتقد احنا هي ممكن لا بس يعني هي استبعدت الفكره انه كيف يعني انه فنان نشوفه في التلفزيون وفنان كبير. بس اللي يضحك انه ما فرحت له على طول، لا يعني استغربت. حققت معي. طيب وايش كان شعورها بعد ما شافت الصوره وتاكدت؟ بعد ما شافت الصوره قاعده تقول لي ايوه الله يوفقك وما ادري. قلت لها طب انت ايش تتوقعي؟ قلت والله اتوقع انك تفوز. والله فعلا ما شاء الله. الحمد لله. ايه الف مبروك طبعا. الله يبارك فيك. لكن نبارك لك دائما ابدا. الله يبارك فيك. الستاند اب كوميدي دائما في شعر بينه وبين لما الواحد يعني يضحك احد او يزعل احد. إيه؟ لانه اوقات في نوع من التقليد، في نوع من يعني ما هو تقليد بس تغيير من شكل الشخصيه، فالناس ممكن تتوقع انه تقليل من شان الشخص. فمين زعل منك من الناس في الفتره الاخيره؟ وهذا اللي حصل. هو اللي حصل. إيه حصل؟ هو حصل من شخص واحد. الشخص هذا يعني انا اللي شفته انه هو اخذ الموضوع لاغراض شخصيه فيه هو خاصة. طيب يعني استخدمني كأداة عشان يحارب شخص هو بيحاربه أصلا. الفكرة كلها إنه كثير ناس جوني في الخاص وكثير ناس علقوا وشفت ناس كثير دافعت.
انا دائما بنظر للجانب الايجابي اكثر من السلبي، عشان يعني انت عارف انت ما تحب انك تشوف نفسك فاشل، عرفت؟ طبعا طبعا مثلاً. ايه ايه، فانا لا، انا صراحه انبسطت على ردود الافعال المغايره للموجه حقت انه هذا هو اساس الفكره، قال انه بيغير في عادات وتقاليد. ما اعتقد انه كلمه كانت حتكون عادات وتقاليد لبلد. ايش الكلمه؟ الكلمه عرفت لما قلت عرفت ايش يعني، حطوا بين كل جمله وجمله عرفت. ايه فهم هو اخذها انه قال بيغير لما يقولوا عرفت عرفت. إيه. 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 انا قلت هذه النقطه، وبالعكس والله اهل الرياض رهيبين. انا صراحه فزت في التأهل للنهائي. التأهل النهائي لا، فزت بتصويت الجمهور، والجمهور كان في الرياض من أهل الرياض. إيه. فأهل الرياض رهيبين، لكن هو شوية. بس أقول لك تويتر والسوشيال ميديا ما هو مقياس، لأنه ترى مجتمعات يعني مختلفة، ما هي واقعية. ما هي واقعية. وهل تتوقع بالنهاية أنه ممكن يعني تقليد اللهجات على المسرح أو تقليد الحركات أحيانا بطريقة ساخرة ممكن يوصلك لجماهيرية عالية، ممكن تضحك الناس؟ أول شيء التقليد لحاله ما حينجح. في الستاند اب كوميدي لازم يكون عندك بنش لاين، يعني أنت لازم تكون أوكي مثلا بتقلد مثلا لهجه مصريه، ما لهجه سودانيه، لهجه صوماليه، بس في مغزى من التقليد هذا. ايوه بس يكون في بنش لاين، في شيء يضحك الجمهور. في قصه قصدك. اوكي حينجذب معك المستمع انه انت غيرت من جداوي فجاه ليش؟ كيف الحاله يا شباب؟ عرفت انه من صومالي. أيوة. فحينجذب معك، لكن اذا انت ما جبت البنش لاين الصح. يعني انت تقصد اللهجات هي عنصر أداء. يعني مكمل وعامل جذب. لكن اساسها يكون النكته هي اللي تضحك، او القصه اللي انت بتقولها. صح، هذه مره تفرق. طب اذا تكلمنا على المحتوى، خلينا نتكلم. انا صراحه يجذبني محتوى الستاند اب كوميدي. هل كل الستاند اب كوميدي اللي موجودين عندهم محتوى هادف، ولا كلهم بيطلعوا المسرح بيقولوا كلام يضحك الناس بدون اي شيء هادف ممكن نقول؟ الستاند اب كوميدي اصلا بصفه عامه انواعه يعني تختلف. في ناس قصصي يعني يحكي قصص، وفي ناس لا، ما يعني يكون عنده مثلا ملاحظات اللي يسموها الاوبزرفيشن. في ناس الون لاينر اللي هو نكته خط واحد وانت منتهي. فبصفه عامه هي قد ما تكون ان النكته تضحك، قد ما تكون انت ايش توجهك. يعني ممكن انت يكون بتحكي قصه، فالقصه شيء صار في الماضي غالبا ما يكون لها اي هدف. بس يعني زي الناس. انا ايوه زي انا. أوكي. بقول قصه صارت مثلا، تكلمت اخر فيديو عن وقفات شيء صار وانتهى. في حين انه في ناس بتقدم محتوى يكون هادف، انه يبى يوصل لنقطه معينه وبيناقش قضيه اجتماعيه. ايوه هذا هذه 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 تكون حلوه لو انك قدرت تبني عليها نكت بطريقة ساخرة. بس ما تعتبر أساس طبعا في الستاند اب. في الأخير أنت بتغير هو جو. كفن أنه أهم شيء أنك تكون ماشي مع الموجة، أنك تضحك. عرضك ما يكون فيه أي إساءة لأي شخص. الكل يخرج مبسوط، هذه مهمة. أصلا أعتقد ربط الكوميديا بمواضيع اجتماعية حقيقية أو أي حاجة هاد، فهذه من الذكاء، لأنه صعب يبغى لها ربطة وحبكة درامية. إيه. وسيناريو. إيه. 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 أنك تتكلم عن موضوع يعني. إيه. مثلا يكون هادف، يعني ما ينفع تكون هادف وانا صعب صعب. اي صعب صعب تحس شويه. إيه. بس في ناس تجيبها. كم ياخذ منك كتابه السيناريو لوقفه من الوقفات؟ والله شوف للامانه انا واحد من الناس اجيب الفكره في راسي، مثلا اقول بتكلم عن وقفات. استحضر نقطه يعني رؤوس اقلام، اطلع الستيج يطلع الباقي كله كذا. يعني ارتجالي بيكون على الاغلب. انا طريقتي، لكن في ناس بتكتب. في ناس بتكتب، لكن انا طريقتي احس انه لما اكون على الستيج مشكلة الأولى هي في الثلاث ثواني الأولى، لو جبت ضحكة شكرا خلاص. الخوف تمسك معك. الخوف والتوتر يروح. أنا دحين متوتر، الخوف ده يروح. أنا ما أدري هو تكون متعود يا عبد الرحمن. لا الستيج غير صدقيني. الستيج لا مختلف. التلفزيون غير عن الستيج. طب مين أكثر ستاند أب كوميدي تحب أنك تتعلم منه وتشوفه هو قدوتك في هذا المجال؟ من العالمين. من العالمين انا اشوف يعني كيفن هارت، يعني يعتبر طبعا اكثر تقريبا لانه قصصي. زي كذا انه يحكي قصص ابوه امه مدري راح جاء في حاجه في مجتمعه. بعيد عن المجتمعات اللي برا. جميل. ممكن هذا الشيء اللي احس. ولو تكلمنا هنا على مستوى الخليج. لو تكلمنا على مستوى الخليج للامانه ياسر بكر.
اتوقعت ياسر بكر. لا لا دقيقه ياسر بكر عشان مو دقيقه بس عشان مدير ال لا والله مو انحياز لا والله مو انحياز بس من جد يعني ياسر هو بكر هو معلم الكل يقدر ايوه يعني يعتبر العراب بالنسبه لي انا يعني ما ادري عن نظره الشباب الثانيين بس انا بالنسبه لي انا اشوفه يعني قدوه في الشيء ده. ياسر بعرف بس السؤال ايش ماسك عليه عشان يقول الكلام هذا. تحيه لياسر بكر اكيد على ما نقدر ننسى مجهوداته في ضم كثير من الشباب الموهوبين للكوميدي كلب ويعني الى الان حقق نجاحات مره كثيره ما قدر احققها. ما شاء الله عليه ما شاء شكرا لك ياسر. الله يعطيك العافيه. شكرا لك اكيد عبد الرحمن الصوماليا. الله يعطيك العافيه. الله يعطيك العافيه. شكرا لكم على الاستضافه الجميله. شكرا. ايش حتقوم خلاص السماء لسه ما فصل. اصبر انا اصلا بدي اقول حاجه اخيره ترى والله انا من الناس اللي تابع عبد الرحمن في البيت يعني الصوت عندي في اليوتيوب على اخر شيء بس عشان اسمع الستاند اب كوميدي حقه حقيقه. الله يوفقك وسعيدين جدا بالمقابله. بارك الله فيك. شكرا لك. شكرا لك. على وقتكم. شكرا. اخبار ومنوعات راح نضحك مع بعض وان شاء الله نقولها بطريقه كوميديه نحاول نقلد في القصص نسردها بطريقه كوميديه شويه يمكن تضحكوا يمكن ما تضحكوا تغيروا تغير القناه. فاصل قصير عن اي كلمه تقولها لميا صراحه يعني راجعين. أخبار وقصص غريبة وقصص مضحكة دائما بنتعرف عليها خصوصا في هذه الفقرة هنحاول نقول لكم هي بطريقة كوميدية. احنا بدأ بدراسة سواء كوميدية او غير كوميدية انا ما اعرف لما صراحة. لا حاول تتخيل قدامك جمهور وانت تبي تضحكهم فايش حتسوي؟ اتس نوت لايك ذات يعني ترى تحتاج ملكة وتحتاج يعني انت تعترف اليوم ان دمك مو خفيف. انا لا اقول دم ثقيل ولا دم خفيف بس انا اقدر اعطي رسالة بطريقة لطيفة قلت لك اياها قبل الفاصل بلطافه. ايوه اللطافه ترى على فكره ممكن تكون افضل بكثير من الكوميديا اللي هي القهقه والضحك اللي بصوت عالي. بس ليش دائما الناس تبحث عن الشيء المضحك؟ يبغوا يبتسموا يغير اجواء يخرجوا عن الروتين اللي هم فيه. يعني وهذه الدراسه اللي عندي حقول لك اياها واقولها لحبايبنا اللي بيشوفونا دراسه لكم ما تتخيلوا يقول لك يعني احنا نعرف انه هرمونات النساء ممكن تتغير بامور طبيه تاخذوها بانجكشن معينه لكم أن تتخيلوا ممكن تغيروا هرمونات اللي قدامكم بابتسامتكم. يس فعلا هذه الدراسة هي اللي أكدت هذا الأمر وهي دراسة علمية بتقول إنه نوع الابتسامة اللي بتقدمها للشخص اللي أمامك راح تؤدي لردود فعل نفسية مختلفة ولدى الإنسان اللي بتخاطبه وراح تتحكم في نسبة هرمونات التوتر لديه. بيأكد الباحثون إنه تأثير هذه الابتسامة على عملية التواصل مع الآخرين لها مفعول اكثر او اكبر مما تتخيلوا. شيء طبيعي اتوقع دائما حتى لما بنكون زعلانين بنشوف شخص مبتسم قدامنا في وجهنا على طول نبتسم لا اراديا بسبب ابتسامه الشخص لان اتوقع يعني ردود فعل سريعه انت ممكن انك تسويها بمجرد شفت الشخص اللي قدامك يسويها، شفت شخص قدامك حزين راح تحزن معه، مكتئب حتكتئب معه، لانه هذه المشاعر تنتقل بسرعه بين الناس، فاتوقع هذا سبب الدراسه، شفت شخص مبتسم قدامك راح تبتسم بكل يعني بس هذا ممكن اعمل دراسه عندها شيء اعمق كمان من كذا لميا. مو مساله انك انت تنبسط اذا احد انبسط، ممكن نوع الابتسامه اللي بتقدمها بيقول لك يعني اذا كانت ابتسامه عاديه او ابتسامه خبيثه او ابتسامه فيها دقه او ابتسامه لطيفه تحسسك بالامان، هذه المشاعر زي الفايبس بتترسل. ايوه وانا قلت هذه المشاعر بالنهايه أيوة اللي بتترسل أيوة فبتكون رده الفعل أيوة لا اراديه. بس خلونا نروح لموضوع ثاني تماما، يعني كان معنا ابتسامه في بدايه الخبر ولكن راح اقول لكم عن قط بائس مشهور جدا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا هذا القط يعيش في الصين. شوف عبد الرحيم صوره شوف. المالك بيصوره في كل هذه الصور وبيحط صوره على مواقع التواصل الاجتماعي تحديدا انستغرام ووصل متابعيه الى 160 الف متابع على موقع انستغرام. ليش ده كله؟ عشان يشوفوا صوره البائسه. مين زعلك والله صورته تقطع القلب. السر كله ترى على فكره في الخط في العينين اللي نازل كده بشكل حزين. والله مين زعلك؟ والله من زعلك شيء والله لا تعبك في حسابه وفي حسابه شيء. اتوقع هذا البس نادر او ما في منه لانه عمرنا في حياتنا ما شفنا بس بهذا الشكل.
لا لا بسيطة، ممكن بصبغة سوداء ممكن ترسم الرسمة حقت العين فتصير حزينة. هل تتوقع انه صبغوا عشان يرسم؟ ممكن سوا فوتوشوب كمان. لا ما اتوقع، لا لا ابدا. بالعكس، بس انا مستغربة انه ليش الناس تضيفه ويوصل متابعيه الى 160 الف متابع عشان يشوفوا صور هذا القط البائس. انه غريب غريب، ملامحه غريبة كأنه افلام كرتون، فطبيعي الواحد بيشوف ايش ايش قصة هذا القط الهزيل. طب خلينا نتكلم عن موضوع مختلف تماما، هو موضوع الثرثرة. مين اكثر ثرثرة في هذا العالم، الرجال أم النساء؟ وبالتأكيد هم النساء، كلهم كلهم قالوا، شوفوا قاعد يقول طبعا النساء، هذا شيء مفروغ منه ولا أحد يقدر يغيره. لكن السالفة في الموضوع أنه اللي بسبب أن المشكلة هذه تفاقمت في كشك للثرثرة الفضفضة في مترو، خصصوا مسن يدعى كريستوف عمره 71 سنة، 71 سنة من الخبرة من الحديث مع النساء، كونت له أنه هو يعمل هذا الكشك موقعا في محطة مترو بمدينة هامبورغ في ألمانيا، أطلق عليه كشك الثرثرة بس عشان يستمع لشكاوى الناس وفضفضتهم ويجيب فيه الرجل ذو المظهر، يجيب فيه بيرد على الناس ذو المظهر الودود لمن يقصده إلى أي أسئلة وأي مواضيع بيطرحوها الناس، تكلم بلا مقابل بالمجان. حلوة الفكرة، نوع جميل. في بعض الأشخاص فعلا يحبوا أنهم يجلسوا مع أشخاص، يسمعوا شكاويهم، يتكلموا معاهم، يسمعوا إيش عندهم. في بعض الأشخاص ممكن يكون هذا النوع فضول عند هذا الشخص، وفي النوع الآخر يحب أنه يتكلم يفيدهم بحكم الخبرات اللي أيضا مر عليه طول هذه السنين. فممكن يكون يعني دائما استشارات تكون جميلة في كثير من الأمور. طبعاً. وخبر آخر، مصاعد متحركة تشرح الأعطال التي تصيبها. تخيلوا معي، يعني وصلنا بالتكنولوجيا والتقنية إلى هذا الحد، وأعلنت شركة متخصصة في المصاعد المتحركة عن ابتكارها لنوع ذكي من السلالم والمصاعد يمكنها شرح الأعطال اللي بتصيبها، وزودت هذه المصاعد بصوت للمحادثات الآلية الدائرة بين المصاعد ومنصة واتسون للإنترنت لتبادل تفاصيل الأداء. الله، يعني اخيرا ما راح نشوف فجاه مصعد يوقف عليك وفي ناس جوه هذا المصعد ويتوهقوا كيف ممكن يطلعوا، بتصير كثير من الحوادث في هذه المصاعد، ولكن تقنيه جدا جميله واتمنى انها تطبق في كل دول العالم. حيصير في اعطال، هو بس بيقول لك انه وانت معطل داخل هذا الاسانسير حيسولف معك يقول لك انا مشكلتي الفلانيه 1 2 3، يصير انت بالانتر كم تقول اللي برا ترى هو قاعد يشتكي من الشيء الفلاني، برضه حيسهل عليهم كثير مصعد الشكاوي. ماني مصدق انا. الى المدينه اللي تعتبر اكثر ازعاجا في العالم، ذكرت دراسه علميه بتقول، هذه الدراسه جديده، انه التلوث الصوتي عفوا بيؤدي الى نتائج وخيمه على صحه الانسان، بعد ما فحصوا بيانات 50 مدينه تقريبا كبيره في العالم. تم التوصل الى ان مدينه غوانتشو جنوب الصين توجد تحديدا هي أكثر تلوث صوتي في العالم، فيها أكثر تلوث صوتي في العالم، وعدد سكانها يصل إلى 12 مليون نسمة. صح، إيش في الخبر بمساحة لك ولا إيش؟ لا لا فجأة انخنقت. إيش اللي خانقك؟ والله ما أعرف. فين ضوضاء يعني؟ الضوضاء في تلوث هوائي. هو صدقيني مو تلوث صوتي، وتلوث هوائي ممكن بسببه انخنق. هم جميل جدا، في كثير من المدن المزعجة اللي فيها تلوث صوتي، ممكن نعيش ونشوف. لكن دائما فعلا التلوث الصوتي ممكن يتعبنا كثير ويزعجنا ويسبب لنا صداع دائم. تخيل ممكن يوصل هذا الصداع إلى صداع نصفي، خصوصا كثرة الثرثرة تضايق. واو، مشكلة مرة. أيه؟ الله يعينكم والله. إلى خبر آخر، وتخيلوا معايا، لفتاة تنعش قلب حيوانها الأليف. راح نشوف مع بعض بالفيديو. يا الله، شوفوا كيف لما راحت وشافته في القفص. عبد الرحيم تعال شوف، قاعد حيوانها الأليف السنجاب الطائر عثرت عليه داخل قفصه في حالة عياء وتوقف قلبه عن العمل، لكن صاحبته ما يأست أبدا، مسكته ضغطه على القفص الصدري ببراعة وخفة حتى لا تتسبب في كسره، وحتى أيضا في النهاية استعاد وعيه من جديد. كيف جاها قلب تمسك بهذه الطريقة؟ الله، خلاص فاق. دائما في أمل، بس احنا نعرف الطريقة الصح حقيقي. من الفيديوهات الجميلة، فيها إنسانية والله عالية جدا.
قد صار لك هذا الموقف مع طيورك؟ لا ولا عمري ولا عمري. دائما فجأة شفت طائر عندك فجأة في القفص مرض؟ إلا 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 إنه يموتوا إلا لأنه كان في فترة بيمرضوا وما نفع معهم العلاج. حاولت إنك كذا تنقذه؟ بيكون التيبس خلاص انتهى وضعه يعني وما ما في يا جدا الموضوع مزعج. خلصت الاخبار بحزن بديناها بابتسامه وانتهت بحزن. عموما احنا عندنا سالفه حنتكلم عنها هو موضوع تصحيح مسار التغذيه. كثير مننا بيواجه مشاكل في طريقه غذائه. ايش السالفه؟ راجعين نعرف ايش السالفه. خدمات الإرشاد الغذائي والتفاعل مع الاستشارات الغذائية بطريقة علمية أمر جدا بسيط وهو جزء من مشروع شبابي جديد أطلق عليه مشروع ثلث. دائما لما نسمع كلمة مشروع يعني بنعرف حاجات كثيرة عن هذا المشروع، إيش اللي حاصل؟ كيف بيتم التنسيق والترتيب والتجهيز؟ خصوصا لما تكون فكرة حقيقة بتلامس كثير من فئات المجتمع في حكاية التغذية وحكاية المشاكل اللي احنا بنواجهها. مشروع ثلث معنا اليوم لجينا بحبيشي أخصائية التغذية ورئيسة مشروع ثلث وأيضا خالد الصعب ممثل إعلامي لمشاريع البادرة الأولى. حياكم منورين. مشرفين منورين. حياك الله. طيب لجينا بحبيش وأيضا خالد الصعب اليوم موجودين بنعرف تفاصيل كثير بس حنبدأ في حكاية المشروع. كيف ناخذ تعريف سريع بس عن فكرة ثلث لجين وأيضا يعني القيمة اللي بتوصلوها من خلاله؟ عنده ولا عندي؟ طيب تفضل. في البداية أحب أشكر قناة روتانا أن إتاحتها أن نتكلم عن المشروع. وثانيا طبعا مشروع ثلث أحد المشاريع البادرة الأولى 2030 30 مشروع. هو طبعا مشروع غذائي بحت في كوادر صحية غذائية وموجود. طبعا المشروع متخذ كامل على التوعية الغذائية بطريقة صحيحة ويكون عن طريق التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا. جميل. طب لجين من هم المستفيدين من برامج هذا المشروع؟ هل موجهينه لفئة معينة ولا لكل الفئات الموجودة؟ لا طبعا مشروع ثلث لكل فئات المجتمع، الصغير الكبير المتعلم اللي مو متعلم المريض والصحي كمان الشخص اللي طبيعي يعني ما بتركزوا على لا بنركز على كل فئات المجتمع لان هي اسمها تغذية علاجية فلكل الناس. حلو. إدارة التفاعل مع المستفيدين إيش سالفتها؟ إدارة التفاعل طيب. طبعا عندنا إدارة التفاعل إذا كان أحد المستفيدين يسأل أو يستشار عن أي شيء في خلال أقل من 24 ساعة يتم التفاعل معه بطريقة مستمرة على طول حتى في الإجازات وفي العطل الرسمية يتم التفاعل من المستفيدين تلقائيا. يعني إدارة التفاعل بتقول 24/7 يعني طول الوقت خلال 24 ساعة في أقل من 24 ساعة. أقل الشخص بيسأل السؤال وعلى طول بيوصل الرد سواء بينزل على شكل بوست انستغرام وتويتر وحتى سناب شات. ايوه ممتاز. في السوشيال ميديا. طب يعني اذا تكلمنا عن بدايه هذا المشروع ومشروع ثلث نقدر نقول انه ممكن يبعد جميع الاخطاء الشائعه والمنتشره خصوصا في موضوع العلاج الغذائي ممكن تبعدوها من كل مكان؟ طبعا احنا بنتكلم عن تغذيه علاجيه فاصلا الشخص بمجرد ما حيتفرج او بمجرد ما حيشوفها حيعرف ايش الصح وايش الخطا. وأساساً إحنا كان عندنا سلسلة اسمها الخرافات فكنا بنتكلم في هذا الموضوع يعني بنحط خرافة وإيش تصحيحها وبرضو بتجينا على الدايركت مسج مرات بيسألونا مثلاً إيش الصح هذا ولا هذا ولا أعمل كده ولا أعمل كده فعلى طول بيلاقوا الإجابة من أخصائيات تغذية قدوا موظفات يعني حتى ما هم طلع. معاكم في نفس المشروع ثلث بيضم كل فئات أو كل المراحل زي ما بتقولي من سنة تانية بيدرسوا إلين الناس المتوظفة وماخذة ماجستير. ايش الامراض اللي يحتاج الناس يتوعوا عنها؟ يعني سمعنا عن السيلياك قبل فتره هو امر مرض هضمي او مشكله إيه هضميه مزمنه السيلياك. ايش في كمان حاجات ثانيه ممكن ما نعرفها؟ فعلا في كثير امراض التغذيه داخله فيها او التغذيه العلاجيه كاسم تحديدا تحديدا هي اصلا داخله في اشياء اكثر من امراض يعني احنا بندخل في التغذيه العلاجيه من ناحيه الاكل وكمان بالتغذيه الانبوبيه بس هذه الموضوع بعض كان. الامراض السريعه كذا في طبعا السكر الضغط الكلى الحساسيه زي ما ذكرت السيلياك هذا مرض منتشر جديد في السعوديه جديد لسه أيوة لسه منتشر جديد فاغلب الناس لسه ما هي عارفه كيف تتعامل معاه لانه هو اساسا علاج هذا المرض الدايت او الغذاء زي ما بيقولوا.
صحيح. طيب استاذ خالد، نبى نعرف المشروع قائم على التعاون وعلى اجتهادات شخصيه وعلى متطوعين من الشباب والبنات وايضا اخصائيات تغذيه واخصائيين، هل يمكن لهذا التعاون انه يستمر لسنوات او مراحل طويله، ولا ممكن يجيهم وقت ما بيشوفوا اي عائد مادي فيوقفوا؟ لا طبعا الدعم المادي موجود ومستمر بالنسبه للمشروع من عن طريق الدكتور طلال مكي، وبالنسبه ل يعني نفس الكوادر اللي عندنا طبعا ما احنا ماخذين التفاعل، لانه كوادر استعملون يعتبرون كانهم عائله واحده. فالعائله مستحيل يعني انها تفترق، فعلى اساس كذا حيستمر باذن الله وحيبقى لسنوات وسنوات وقادم. سبحان الله يعني الشخص اللي عنده اصلا روح العطاء، لانه الناس اللي معاي في ثلث كلهم ناس عندها روح العطاء. سبحان الله، هذا اللي يجمعكم يعني، هذا اللي بيجمعنا. اي احد عنده روح العطاء بدون مقابل فبتلاقيه هو بنفسه بيجي يشتغل، هو بنفسه بيجي، وبعدين اصلا بياخذوا اجازات يعني فترات الاختبارات، فترات اللي هي الاعياد مثلا. فحلو يعني في راحه في الشغل معاهم، في راحه، والعمل ما هو مستمر يعني حتى في العطلات يعني الرسميه يعني مستمر المشروع. ايوه، وخلال العطلات اصلا احنا بنكون مجهزين السبير عندنا، خلينا في هذا التنسيق وفي هذا التنسيق فعلا جدا يعني. فريق ثلث فريق رائع جدا من اجمل الفرق اللي انا اشتغل. اوجه لهم تحيه طبعا من اعضاء ومن اداريين معايا، هم 8 اداريات ما شاء الله، بس ما شاء الله زي الاخوات صراحه يعني. احنا ماسكين 4 ادارات بس من جد زي الاخوات. قليل ما نشوف هذا التفاهم، خصوصا اذا كان عدد كبير. خلينا اتكلم على حاجه مره مهمه، بما انه عددكم كبير وسمعنا قبل كذا سابقا، وانا الصيد الشخصي سالت كثير من اخصائي التغذيه، هم يعني على انا على معرفه قريبه بهم، انه التغذيه هي مدارس مختلفه. كيف بتحاولوا توصلوا لمرجع صحيح او يكون الاصح بين المدارس الموجوده كلها عشان لا يصير في تضارب في الافكار؟ صحيح كلامك، التغذيه ما لها منهج، ما لها كذا شيء اقول لك 1+1=2. فالحلو في ثلث انه اداره الدراسات هي بتضم كل اللي بيدرسوا تغذيه او اللي درسوا تغذيه، هي اداره مره كبيره فيها من سنه ثاني الى زي ما قلت لك ناس متخرجه ومعاها ماجستير. فعندنا الناس اللي هم عندهم الابديتد نولج ولسه يعني في مجال الدراسه، والناس اللي عندها الخبره. فبيصير لما بتجينا استشاره بيكون في هذول كلهم بتنعرض قدامهم الاستشاره، فبيكون الجواب عن طريق نقاش يعني، مش اخصائيه واحده بتجاوب على الاستفسار اللي بيجينا، ترى مجموعه اخصائيات وبتطلع الاجابه. وعلى حسب طبعا طبيعه جسم كل انسان، وعلى حسب طبيعه جسم كل انسان. بس انت طبعا بنتكلم احنا كالكتروني فما بنقدر يعني نقدم مثلا زي ما بتقول 100% معلومه كامله. ولكن بشكل عام بس صحيح. طبعا بنوجههم انه اذا احد سال سؤال لا انت تحتاج انك تروح تعمل تحليل كذا وكذا عشان. وفي النهاية يعني اي ثينك او اتوقع انه كل فريق يطمح لانتشار الفائدة عشان طبعاً الفائدة تعم جميع المجتمع وتخف الامراض المنتشرة في السعودية. ولكن يعني كيف ممكن انتم كفريق تقيسوا التفاعل بين الناس وانتشار المعلومات اللي ممكن تقدموها؟ هل بتزوروا المولات، بتقدموا توعية فردية للاشخاص، ولا عن طريق فقط السوشيال ميديا؟ لا لا، في عن طريق مشاريع ثانية، مثلا زي عندك مشروع دكتور تي طبع له اكثر من 10,000 بوستر توعوي تابع لمشروع دكتور تي. يعني كان تعاون كان تعاون ما بين ثلث وما بين 10,000 نسخة توزعت على 8 مدن من المملكة. لا بس معقول لها تأثير الفلايرز إلى الآن البوستر؟ طبعا طبعا الناس يعني السوشيال ميديا أعتقد اكتسحت وصارت طبعا كله أكيد. كله بس أكيد في ناس ما زالت تبغى الهاند أوت يكون في يدها و... بس أنا أقصد يعني هل فعلا جايبة همها؟ يعني هل فعلا الكوس اللي أنتم بتحطوه في 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 الفلايرز هذه بتجيب نتيجة؟ طبعا أكيد. يعني ممكن كرقم ما بتشوفه عندنا لما نجي نقول لك 10,000 شخص بيستفيد مننا، لكن بنلاقي ناس اصلا تقول شفناه جانا على الواتساب، اتنشر في جروب مدري ايش، في دايتيشن جول في هذا حساب. اوكي يعني في ناس لسه الى الان ايوه بتستخدم الاشياء المطبوعه. واحنا بنحاول نرضي الكل، الناس اللي على السوشيال ميديا والناس اللي على من غير يعني تتفاجئ مثلا تروح لاخصائيين ثانيين تحصل البوستر حقنا موجود عندهم بدون علمنا يعني. ممتاز فعلا. هو انا العياده موجود في انتشار لكن بدون علمنا احنا، فهو في مستفيدين اكثر واكثر ربما الاكثر. اوكي دبي الان في موضوع منطقي اكثر صحيح. طيب وغير البوسترات لما بتطبعوها بتقدموها للناس، بشوف كثير من الفرق التطوعيه والمبادرات اللي مثلكم التوعويه بتكون موجوده في المولات، هل بتسووا نفسهم ولا لا؟ للان ثلث ما نزل ميداني، هو ترى ثلث لسه عمره صغير، فللان ما نزلنا ميداني، ولكن بنسعى ان احنا نعمل تغطيات للحملات الميدانيه الى ان ان شاء الله يعني تسير الفرصه ونعمل حمله باسم ثلث. كم لكم؟ 7 شهور.
ايوه 7 شهور تقريبا. 7 شهور. ونطمح ان شاء الله انه خلال الخمس سنوات انه يكون عندنا 12 مركز للحملات والتوعيه في المولات والمراكز والمدارس والعامه يعني. مشروع ثلاثة اي احد ممكن ينضم له يعني ولا في ناس؟ قصدك كعضو او كمستفيد؟ اديني التفاصيل هذه انا ما اعرف. طبعا كمستفيد اي احد يقدر يعمل فولو لينا ويكون معانا، لكن كعضو طبعا لا، هم بيقدموا على رابط. طبعا كعضو اقصد صح؟ ايوه كعضو. ايوه على رابط وبنشوف يعني بيكون في له في شروط. في شروط ايوه في شروط، يعني مثلا عندك اداره الدراسات ما بناخذ فيها الا الناس اللي متخصصين في التغذيه العلاجيه في اي مرحله من مراحلها. في عندي اداره العلاقات العامه لا بنقبل اي احد فيها لان هي بتعتمد على علاقات عامه. عندي إدارة التقنية مثلا لازم انه الشخص يكون يعرف في الفوتوشوب في. طب وكدكاترة او اخصائيين عفوا؟ كدكاترة احنا قاعدين نحاول نحن نتوسع اكثر ونطلع من مجال بس التغذية ونضم لينا برضه يعني دكاترة عشان نقدر نجاوب على اكثر استفسارات. بس في يعني في قابلية ان شاء الله طبعا يشوفونا دكاترة واخصائيين واستشاريين ممكن. طبعا طبعا في امكانية سلتي رحب بالجميع. حلو. طب لو سألنا سؤال، ايش اللي ممكن تستفيدوه من هذا البرنامج التوعوي كفائدة ممكن ترجع لكم انتم كأعضاء وفريق لهذا البرنامج؟ تمام. كأعضاء أول شيء إحنا بنزكي عن العلم اللي إحنا بندرسه، يعني مرات في الجامعات وفي المدارس بناخد درجات، لما حنشتغل حناخد راتب، لكن كتطوع فإحنا بنلاقي قيمة دينية فيها، إن إحنا بيجينا الإحساس تعرف اللي إنك مرة مبسوطة إنك أنت خدمتي أحد مجانا بدون شيء، فحتى قدام نفسك موضوع إنساني أكثر روحاني فعلا. إيوه. طب خالد بالنسبة لك بما إنك يعني ماسك السوشيال ميديا والامور اللي يعني اللي بتواجه فيها الناس، ايش اكثر شيء بتلامسه في هذا الموضوع؟ اكيد اللي بلامسه يعني انا شايف انه بدات استفاده اكثر، لكن المشروع هو تو له 7 شهور تقريبا. أي. وتو يعني بدا انتشاره في السوشيال ميديا. فهو العدد يعني ممكن كل ماله في التزايد. بس الفائده اللي بياخذوها الناس ايش هي اكثر شيء؟ يعني الفائده اكيد الفائده فائده صحيه، حيكون لهم يستفيدوا منها، مثلا يعني النظام الغذائي نفسه حيستفيدون منها عن طريقة حيستفيدوا منها توعية لهم ولأطفالهم عن طريقة نفس النقاط اللي ذكرتها. ممتاز. أنا أتوقعت في حاجات بس والله مشروع جميل جدا، مشروع ثلاثنا احنا نحييكم عليه ونتمنى انه يستمر. أكيد زي ما قالت تم الاستمرارية. أكيد ان شاء الله باذن الله. شكرا لك لجين بحبيش اخصائية تغذية ورئيسة مشروع ثلث، واكيد استاذ خالد الصعب الممثل الاعلامي لمشاريع البادرة الاولى. نشكركم ونتمنى لكم كل التوفيق في هذا المشروع. نورتوا. شكرا لكم. حنكمل معاكم بس مو الآن، بكرة، لأنه في حلقة إن شاء الله جديدة بمواضيع جديدة ناخذ ونعطي فيها يعني ما أعرف إذا في عندكم مواضيع. إحنا نبي نسمع إيش السوالف اللي عندكم. في عندك مواضيع لمية جديدة؟ نشوفها بكرة إن شاء الله. مجهزة يعني أنت أهم شيء؟ أكيد طبعا دائما بيكون جاهز أول بأول. وبكذا أقول لكم فمان الله، كنت معاكم أنا لمياء غالب. أنا كنت معاكم طراد سندي. السلام عليكم.